كريم بجولة رمضانية مسائية جديدة من جولاتنا الرمضانية المستمرة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ونحن بالعشرة الأواخر لهذا الشهر المبارك الذي مر سريعا. هذه الأيام ستشهد بطبيعة الحال إقبال كبير من قبل المواطنين على المراكز التجارية من أجل التبضع والاستعداد لعيد الفطر المبارك. سنأخذكم بجولة كما تشاهدون، نحن الآن في منطقة المنصور، راح نأخذكم بجولة على مدار ساعة كاملة نلتقي بها المواطنين وسط هذه الأجواء الجميلة والتحرك من قبل المواطنين باتجاه المحال التجارية من أجل التبضع ويعني الاستعداد على أتم وجه لإحياء هذه لإحياء عيد الفطر المبارك، على الرغم من بعض المنغصات التي تتعلق بأزمة المياه والأزمة السياسية إضافة إلى أزمة الكهرباء، إلا أننا نشاهد اليوم المواطن يتوجه إلى الأسواق يعني الأسواق العامة من أجل التبضع. راح نلتقي بعدد من المواطنين ونحاول نسألهم عن أجواء شهر رمضان المبارك وأيضا هذه الأيام الأخيرة اللي يعني يتوجهوا بها إلى المحال التجارية من أجل التبضع ويعني إكمال كافة المستلزمات الخاصة بعيد الفطر المبارك. شباب شلونكم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. رمضان كريم. الله أكرم. الله يخليك، احكي لي شلون اجواء رمضان اخر عشرة اذا نعيش احنا. والله رمضان خلص شو قوي. خلص مر مرور سريع صح؟ صحيح. احكي لي شنو امنياتكم بهذا الشهر الفضيل مع نهايته واحنا قربنا من عيد الفطر المبارك؟ والله يعني هو كل هاي امنيات العراقيين انه يكون يعني الامن والامان، يعني هاي ابسط امنياتنا واكثر امنياتنا. شلون المي عندكم؟ والله زين الحمد لله. زين المي. والكهرباء؟ كهرباء اخر هاي كم يوم شويه تحسنت. بيا منطقه؟ احنا بالدوره. بالدوره زين الكهرباء؟ اي هسه اخر ايام هاي تحسنت لانه كانت على مود يعني اكثر شيء تروح للخصخصه وشويه قطعوها علينا على مود يعني يوفرون علينا انه يسوون علينا هاي مال الخصخصه. شويه يعني خصخصه ما نجحت. اي ما نجحت يعني. اليوم اكو مناشدات اليوم كشباب للحكومه العراقيه بالاسراع بتشكيل حكومه لتوفير الخدمات على اقل تقدير للحكومه الموجوده. يعني شنو الخدمات؟ هو ماكو اصلا خدمات، ماكو يعني. يعني شنو الخدمات اللي انا اشكرك. رمضان كريم. علينا وعليكم. شلون صحتك؟ الله يسلمك. من الدوره؟ من الدوره. متجمعين يوم كلكم مو؟ اي تشتروا ملابس العيد؟ ان شاء الله يعني. لقيتوا شيء لو ما لقيتوا بعد؟ بعد والله دايخين. دايخين؟ اي والله. فما غالي الاسعار؟ والله في الحد انا ما عاملني. يعجب الشيء ما يهم الغالي ذا. اي اكيد اكيد. احكي شنو نياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ والله هسه مثل ما قال ابن عمي اهم شيء يعني هو الامان، واحد يطلع ويطب براحته. واهم شيء انت مثل ما قلت يعني تشكيل الحكومه باسرع وقت. يعني تم تشوف على الاخبار الفيس ما اعرف شنو النهر دجده وما اعرف ايش وما اعرف، يعني هسه العالم كله مثل ما يقول خايفه من هذا الشيء. صحيح. يعني هسه لوكم مثلا تشكيل حكومه وحكومه قويه يصير مثل تبادل على ما اعرف سيد ما سيد راح يصير هواي امور يعني العالم يعني كلش خايف. السياسي على الاقل طبعا تفاوضي يعني ما ادري ايش كان على قبل ما اعرف شنو هاي امور. انا اشكرك. شلونك صديقي؟ رمضان كريم عليك. علينا وعليك ان شاء الله. شنو امنياتكم بهذا الشهر؟ والله ان شاء الله اريد الامان والاستقرار على البلد هذا المجبوع وربي ان شاء الله يقدم الخير. شلون تشوف الاجواء العامه بهذا الشهر رمضان؟ والله سواء اجواء سياسيه، اجواء رمضانيه. والله شوف انت يعني ان شاء الله ندعي من الله يجعل قلت لك يعني الامان والاستقرار بهذا البلد والاجواء حلوه ان شاء الله وتعرف انت تشوف التسوق بعينك. شكرا جزيلا. حبيب قلبي عيوني. الله يخليك. شكرا جزيلا. مستمرين في هذه التغطيه، الشباب هنا يجي يسولفون. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلون صحتك؟ اهلا وسهلا. رمضان كريم عليك. علينا وعليك. رمضان كريم عليك. علينا وعليك. الله يخليك. شنو نياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ والله اهم شيء الامن والامان والاستقرار والشباب ذول المساكين اكون يعني وظايف. من هم شباب مساكين؟ يعني ذول مثل ذول البصيات يعني الله ينقذهم من هاي الشغله، خطيه هم عندهم عوائل وان شاء الله يا رب يحفظ العراقيين طول الايام.
لان تعبنا تعرف انت من ذاك الوقت لحد هذا الوقت حروبات وحروبات، تريد نرتاح شوية. وان شاء الله يا رب يعم الامن والامان على كل بلدنا، وان شاء الله المريض يشفى يصير زين يعني الحمد لله والشكر. شلون متعايشين ويا ازمة المي وازمة الكهرباء الاخيرة اللي انثارت خلال هاي الايام؟ والله كنت اتمشى من الدجله زين، المي فد مره يعني، وهاي الخصخصه هم دمرت الناس. مؤلم منظر دجله صح؟ مؤلم يعني، حتى السمك اشوفه مطوف خطير. دجله يعني دجله هويتنا بالاخير. طبعا طبعا، هو كل العراق يعني، احنا نحمي، اذا مو جيشنا يحمي احنا نحمي، احنا كل شيء هنا المفروض نخلي ايد بايد ونحمي هذا البلد، لان هذا البلد بلدنا بالاخير، بالاول بالاخير بلدنا، ولازم احنا نحميه وندير بالنا عليه، لان هذا ابونا وامنا البلد اللي ربينا بيه وكبرنا. انا مرات اروح بكل بلد ما ارتاح الا هنا، احكي لك العدل، وش قد يقولوا لي انفجارات وهاي سوالف واسمع بالاخبار بس ما ارتاح. انت تعرف انت هنا بلد الانبياء. مهاجر حضرتك؟ انا شفت مهاجر؟ انا كنت سابقا مهاجر، بس قلت لك ما ارتاح اذا مو هنا ببلدي. انا ومصطفى وانتم ان شاء الله طيبين، وانا احيي قناتكم قناة الشرقية سباقة بكل شيء. الله يخليك زين، والله يحميكم ومن تألق الى تألق ان شاء الله. اشكرك ابو حيدر. ابو مصطفى ضوجتك الخصخصة، شفتك قلت خصخصة. والله هي شبيه الخصخصة؟ والله يعني هواي هسه اجور الكهرباء، يعني عندك فلوس تدفع ما عندك، حسب ما يعني هسه بالذات ببغداد حكم مكانات فيها الكهرباء، وكو مكانات لا كهرباء تعبانة حيل. اي والله يعني ببغداد خصوصا يعني المناطق الشعبية تعبانة، انا شفت حسب مناطق ببغداد مناطق الشعبية حيل تعبانة. صحيح. يعني يا منطق حضرتك؟ انا اصلا من المدرسة، بس هنا انا جاي خطار يمن السالفة. شلون الكهرباء بكم بالمدرسة؟ والله هم تعبانة. هم تعبانة؟ اي هم خصخصة، هسه اربع ساعات وساعتين هناك السالفة. اربع ساعات تجي ولا اربع ساعات تجي؟ اربع ساعات تطفي. اربع ساعات تطفي وساعتين تجي. اها والله. مولدات مقضيها اكيد؟ اي هلا هالمولدات سوداء. والفواتير تجي فواتير عالية للكهرباء؟ والله هم 30 35 على هالوضعية هاي التعبانة. سألك سؤال اخير، شنو امنياتك ل يعني اخر ايام رمضان، وايضا امنياتكم احنا على ابواب العيد؟ والله ان شاء الله رحمه، ورمضان كله خير كله بركه، نسال الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب المظلوم التعبان، نسال الله سبحانه وتعالى يباوع علي على هاي الشباب قاعده بدون تعيين، اكثريتها هسه التعيينات الخصخصه والحال، نسال الله سبحانه وتعالى. والشرقيه دائما سباقه بهيج مواضيع، دائما الشرقيه ما تقصر ويا كلها، ويا الفقير ويا الله. نشكر الشرقية. أنا اللي أشكرك، شكرا جزيلا شباب، ممنون منكم، شكرا جزيلا. استمرين ياكم مشاهدينا بهذه التغطية الحية من داخل المنصور. ادخل لي داخل السوق ونشوف حركة الناس الآن، وأيضا هذه المحلات التجارية اللي بدأت اليوم بالفعل تشهد إقبال. إذن هذه هي الأجواء الحية لتوافد المواطنين إلى محال الملابس لغرض الاستعداد لعيد الفطر المبارك. مستمرين وياكم بهذه التغطية ونحاول نلتقي بأكبر قدر. السلام عليكم. شو صحتك؟ سولف وياك شوية. رمضان كريم عليك. علينا وعليك حبيبي. أجواء رمضان جميلة هنا بالمنصور، تعبنا الاتصال شوية. أجواء رمضان جميلة، شنو أمنياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ والله أمنيتنا إن شاء الله يستقر الأمن، وإن شاء الله يا ربي خير وبركة على الشعب العراقي، ونتمنى إن شاء الله يزول الهم من الشعب العراقي، ويا ربي إنه ما تبقى أي أمنية عند كل فرد عراقي. شلون استعديتوا إحنا أيام العيد قريب علينا؟ شلون استعديتوا لهالأيام؟ والله الحمد لله يعني ما عندنا أي إشكال، بس تعرف يعني أجواء العيد من ناحية العوائل العراقية أكيد إنه الملابس والزيارات والسفرات ويعني. أسألك سؤال أخير، أنا أعرف جسم مستعجل، شلون متعايشين هي الأزمات اللي انثارت أخيرا، أزمة الماء، أزمة الكهرباء؟ والله الكهرباء تعرف هي أزمة يعني فتشي عام على الشعب العراقي كله، وصار فتشي معتاد يعني، أكو بنظام البديل إنه ما تعودنا على شغلة المولدات والسحب يعني هذا فتشي. شو رأيك بدجلة بهاي الأيام؟ والله هاي مؤلم منظره صح؟ مؤلمة حقيقة، لكن هو هذا يبقى رزق رب العالمين، ما أصور أنه توصل مرحلة أنه رب العالمين أنه
30 مليون يعني هذا رزق على هذا المي يعني. أنا اللي أشكرك شكرا جزيلا وأتمنى لك يوم سعيد. شكرا جزيلا. استمر بهاي التغطية، خلينا ندخل داخل يعني إحنا الآن تحديدا في شارع الرواد. عليكم السلام، تعال خلينا نسولف معك شوية. شلونك؟ كل عام رمضان كريم. رمضان كريم إن شاء الله. الله يخليك، أجواء رمضان جميلة ويعني عايشين بهذه الأجواء الفضيلة وأيضا أجواء روحانية وقريبين من أيام عيد الفطر المبارك. شنو أمنياتكم لهذا الشهر الفضيل؟ الحمد لله رايدين السلامة وال الأمان، أهم شيء الكهرباء. كهرباء ما أيوة. يا منطقة إحنا حي ال حي الإعلام. ها ليش ماكو كهرباء؟ خاصة أنتوا لو بعدكم مصاري. لا هي تابعة للضباط الرفاق. وين شقق حي صدام؟ جاكم نظام الخصخصة لو بعد؟ لا والله ما جاكم. ما جاء والله. إيش قد تجيكم الكهرباء؟ ماكو، تجينا شوية نعلق المكيفات انطفت الكهرباء. أي. على المبردات صح؟ أي والله على المولدة وجودكم. اليوم شنو أمنياتكم للحكومة الجديدة على أبواب بدها تتشكل؟ أكيد عندكم مطالب منها وأمنيات منها لتصحيح الأخطاء اللي مرت علينا بالسنوات. ما طالبين عندهم بس الأمان وال دير بالهم علينا وعلى الشعب. أنا اللي أشكرك، شكرا جزيلا، ممنون منك. مستمرين بهذه التغطية و داخل شارع الرواد ونحاول. السلام عليكم. عليكم. سولف وياك شويه. شلون صحتك؟ رمضان كريم عليك. علينا وعلى امه محمد ان شاء الله. الله يخليك. شنو امنياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ تعال شويه اللي جاي. والله امنياتنا ان شاء الله تحقيق الامان والامان على امه محمد ان شاء الله. شلون شوف الاجواء العامه هنا؟ الحمد لله بخير، الحمد لله الامن تام والحمد لله بخير من الله. اكو حركه كثيفه؟ الحمد لله شكرك وحركه الحمد لله بخير. بدي اسالك سؤال، شلون متعايشين ويا الازمات الاخيره، ازمه الكهرباء، ازمه المي؟ والله في هاي بعد العراقيين حروجه. يوم اكون يوم اكون نعمه من الله. فمن ازمه نطلع لي ازمه. لا ان شاء الله ان شاء الله تتعدى، كلها تتعدى ان شاء الله، تسليم من الله. انا اشكرك شكرا جزيلا، شكرا ممنون لك. استمر بتغطيتنا. نلتقي ب حاول نلتقي بالناس هنا، خلينا نسولف ويا الولد هنا. السلام عليكم. رمضان كريم عليك. رمضان عليك. شلون صحتك؟ مرحبا. شلون الشغل؟ والله تعبان. تعبان شغل؟ اي والله بعيد حكومة ورانا ليش؟ شنو اللي شنو المشكلة؟ احكي لي. انا اقول لك المشكلة شيء. علي لي صوتك. شيء جايين على بابنا. اي. شيء فقرة، شيء ما عندنا ظهر. اي. شيء ما عندنا شيء لازم ظهرنا. اي. هم حاربين من الصبح. زين انت هسه جيش، جيش يحمي الوطن يحارب الفقرة. يعني الجيش هو يكون تتحدث عن موضوع ازالة البسطيات صح؟ اي. وما يخلوكم توقفون. اي وماكو بديل. وماكو بديل. احنا نحكي على البديل اكثر شيء، نركز على البديل، لان يعني انت بس احنا من نحكي الامانة، الامانة راح تقول انه هذا تجاوز احنا لازم نشيله. من نحكي على البديل، شنو البديل اللي ممكن يتوفر لكم حتى يساعدكم على الاستمرار؟ زين حبيبي بس اقول لك شغله، احنا صحيح تجاوز، صحيح جاي نجاوز. علي صوتك الله يخليك. صحيح احنا تجاوز جاي نجاوز، بس اكو مشاريع بالبلد، اكو بالبلد، البلد بحاله استقرار يعني حتى تجي تشيل. زين انت اذا انت تريدين تحارب بين الفساد او التجاوز، اكو فساد بدائرتك وزارتك ابدي بيه يا رجل دين بالفقير. يعني بس هو الفقير قادرين عليه، يوقع دائما الفقير بكل المشاكل صح؟ زين ما الحزام ظهر يعني هسه احنا كل العراق جناب البسطيات يعني. ليش مركزين على هذا الشارع؟ ليش؟ يعني اكو شغلات فلوس، اكو من يعطيهم فلوس في سبيل ان تستمر هاي الحاله. ليش؟ يعني ابو البسطيه يبيع ارخص ما هو، هذا من يطب له الزبون ياخذ منه اضعاف مضاعفه، ابو البسطيه يربح بس على قد العلاقه ويرجع للفقير. هذا شو يسوي؟ حارب ابو البسطيه حتى يبقى هو وحده بالسوق. يركضون وراهم المكان. شلون؟ يركضون وراهم المكان المكان. ايه؟ وين ما نروح يركضون ورانا، وين نروح؟ لان هذا باب رزقنا هنا. نروح يجي قال له تروح وين ما كان نروح وراكم. يا ابي ليش؟ احنا يابا على باب الله رحم الوالديكم. يقول روح عزل البيت روح. جانا اشتاكل، عوالنا اشتاكل. غيرك شيء يعطونا حل له؟ مثلا يقول لك هذا اقعد في هذا المكان بعد لا تتحرك من مكانه، يجي واحد بصفك لا تخليه. مو ماكو زين والمو زين يقومه. والحاله هاي ما اعرف شلون يعني، خاصه تقريبا ثلاث اشهر اربع اشهر احنا نعاني منها. لا لا سنه ونص صار. تم عندك بصفه؟ هاي سنه ونص صار معزليننا من العام ولحد الان. يعني اعرف اتذكر الحمله اللي صارت اللي زارت اي يعني هي الحمله على شنو الحمله؟ يعني غير اوفر لك في الشي حال، احنا خريجين يعيني لا تعيين لا في شيء يعني اي ما كل شيء ماكو. يعني الدوله غير تدير بالها على الشعب، وين يروح؟
هذا الشاب وين يروح الشاب؟ يعني هسه احنا كلنا قاعدين ايجارات وشي، يعني لا مسؤول يعايل لك، لا مدير بلدية يعايل لك، لا امينة بغداد، ايش اللي قدمته امينة بغداد؟ يعني رحنا على امينة بغداد سوينا مقابلة وياها، تقول كل 7 8 يشتركون بمحل، زين المحل 4000 5000 ايجار دولار بالشهر ويريد مال سنتين، زين اواد شوف السوق قدامك، انطينا وقت هسه مكان ما انت اللي هيك جاي بالجيش والشرطة والاستخبارات وامن وكل كليته هنا الجهات الامنية متكومة فوق راسك، خلي لي وقت افتح بيه علم ود ما يصير هذا. وين يروح الشاب؟ يعني هسه تروح لي البيت شو تقول لي البيت؟ شو تقول لهم؟ يريدون البيت صح؟ اي تقول له ما عندي؟ يعني هسه لو كل مسؤول يلزم له في الجهة عوائل هذه ويدير باله عليهم ما يصير هيك العراق. هسه لا كهرباء، لا مي، لا فرص عمل، لا شيء، وين تروح الناس؟ تنطر ليسلم بالتقتات. يعني رجاء لازم يسوون نفس صورة حل. صورة حل انه يسوون. شنو ممكن الحلول اللي تقدم لكم حتى؟ هم الدولة يسوون صورة حل، شنو اللي يسوون لها؟ احنا وين ما تروح يقول لك انت متجاوز، انت في شيء. شنو يعني هو الدولة يشوف لك صورة حل. تبنون الحكومة الجديدة اللي راح تشكل شيء ولا هاي الجديدة هسه الحكومة راح والله كلها تقول لك هي نفس السالفة نفس الوجوه. يا اللي يجي يقول لك انا راح اسوي هسه خلصت الانتخابات وزير موارد المائية يقول لك حضر لك تانكي ووزير الكهرباء يقول لك خلي لك مولدة بالبيت. شنو الحل اللي سويت لنا انت؟ يعني هاي صار 15 سنة انتو هذا حط لك تانكي وحط لك هذه وروح تشتغل تشتغل. يلا هسه شنو اللي صورة حل يسوون لنا؟ ماكو يعني استاذي ماكو هسه حتى واحد يدرس نفس المشكلة اي واحد هسه واحد هسه يريد يدرس يكمل دراسة ما بيها مستقبل وين يروح؟ ما له لا فرصة عمل لا بالقطاع الخاص ولا بالتعيينات كل شيء ماكو كل شيء ماكو. انا اشكرك. السلام عليكم. من خلال قناتكم اريد الناشط رئاسة الوزراء رئاسة الجمهورية يعني شغلة مجاملة ابو محل عنده علاقات بسيطة يعني عزل له 500 عائلة طلبنا ساعتين ورا الفطور ساعتين من 9 ل 11 انت هسه بعد شوية اذا موجود هنا شوف الحالة راح تصير بالضبط. داعش لا عم داعش يجوز ما يهجمون علي هيجي مثل ما يهجمون علينا حرس الجيش كل قطعات الجيش والدنيا كلها علينا تركض ليش؟ بس اريد نعرف شنو السبب. اعطيني مكان بديل وخلينا نروح عايش انتهى الموضوع. زين اكو فقرة ثانية من خلال تصويركم صور شوف التجاوز اللي ما له مثيل على مستوى المنصور محلات مطاعم ليش؟ يعني ما اريد نوضح اكثر افتهم مقصدي يعني لو تطي لو ما تعيش. زين انا ما اقدر اطي شلون اقدر قصدك اكو بسطيات؟ لا مو بسطيات لا ما اريد نحكي بالله اكثر لان جيت ويا مدير بلدية المنصور ما خلينا شنو اللي ببالك يا هو اللي ببالك بالحكومة رحنا له اي بيكم خير وتدللوا يقعد على الكرسي لان وسلم هذا بس تطلع الباب انتهى الموضوع الورقه شقت انثبت بالزمان. صار سنه ونص عوائلنا تفلشت بيوتنا هجمت ليش؟ ايش بهالمحل هسه تباعني هذا هسه الشيء هذا اكو شيء ايش بهالمحل انت قدامك هسه تشوف اذا اكو بضاعه عد ابو البسطيه ايش بهالمحل ابو المحلي من حقه يعني. زين بس اوضح لك اكثر احنا هسه صارت عرباين والشغله مخربطه كنا نظام وضمن خط شايف انا شايف مرتب احنا ماكو اشكاليه يبدر من واحد شيء بسيط يبدر من واحد شيء بسيط تتعاقب هاي الناس كلها على مود شخص واحد خربط مو بتلينا لو صار عنده سوء تفاهم ويا ابو محل يعني صارت شغله 1500 عائله 600 عائله مجامله ابو محل واحد عنده يعرف فلان او استغفر الله علان انتهى موضوعك انت انهجم بيتك مو كيجي يعني مو كيجي حياه احنا جاي نعيشها والله هسه لو تروح هسه لو تروح مشي تلقى البلديه وتلقى الشرطه وتلقى جماعه مغاور اللواء كليتهم مكومين على حال هسه ما تجي انت هنا ما تقدر حاجه يضربك ساعدك بالدوريه زين ماكو هيك صوره حال بالاخير القوات الامنيه اعتقد هي تنفذ ما تولي عليهم بالامانه بالامانه بالعلاقه الجيش ما مسؤول عن هاي الشغلات الجيش ما مسؤول عن هاي الشغلات هي شرطه الامانه تمام الجيش ما له علاقه بهاي الجيش يحافظ على الامن نزل للمدن لان وضع متهم ارهاب نزل اصلا هو الجيش وجوده لازم على الحدود. انا اشكرك واشكرك يا صديقي هي دعوه مفتوحه سيف اوعلي دعوه مفتوحه لامانه بغداد وايضا لمدير بلديه المنصور وايضا لقوات الجيش الماسكه للارض هنا يعني النظر بعين الاعتبار لمناشدات هؤلاء اصحاب البسطيات اللي يقيتون عوائل كم عائله قلت لي تقريبا 500 اكثر من 500 عائله اصلا بس لاحظ اصلا الناس تطلقوا
طلقوا يعني مشاكل اللي صارت. هي دعوه مفتوحه نوجهها لكم وللساده المسؤولين بامانه بغداد ايضا رئاسه الوزراء وكل المسؤولين عن هذا الملف بالنظر او على الاقل توفير البدائل لاصحاب البسطيات من اجل الاسترزاق. هم صارهم اكثر من سنه هم يعانون بين يعني يحالون يبتاعون ويحتاشون هنا في هذه المناطق، لكن ايضا تحاول الامانه والجهات الامنيه بازالتهم. انا اشكركم شباب، شكرا لكم. استمر بهذه التغطيه ومن داخل المنصور وسط هذه المناشدات المستمره لاصحاب البسطيات في انقاذهم من عمليات الازاله، لا سيما احنا نعيش ايام العيد وهم يعني يعتاشون في هذه الايام على بيع البضائع. راح نلتقي بالعوائل في منطقة المنصور ونشوف أجواء رمضان كيف صارت عندهم وكيف مستمرة، وهذه العشرة الأواخر من شهر رمضان الذي مر سريعا هذا العام. السلام عليكم عمو، شلون صحتك؟ الحمد لله. رمضان كريم عليك. عليكم عليك يا رب. شنو منياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ الخير والبركة للجميع إن شاء الله يا ربي، ويعم علينا السلام والأمان والموفقين للجميع يا رب. أهم شيء السلام والأمان. أهم شيء السلام والأمان إن شاء الله. شلون متعايشين ويا الأزمات اللي انثارت أخيرا، أزمة المي، أزمة الكهرباء؟ الحمد لله شكر تنحل إن شاء الله كلها، ما يظل شيء على ما هو إن شاء الله. شلون الكهرباء عندكم؟ بخير الحمد لله. بيا منطقة؟ احنا باليرموك. باليرموك خصخصة يعني؟ خصخصة إن شاء الله. أعتقد شملوكم اليوم اكو قرار ب راح ترجعون لنظام القطع المبرمج. والله بعد ما أعرف، ما عندي أدنى. أعتقد كشلتوا المولدات كلها المولدات إن شاء الله الزمان. أنا أشكرك حبيبي وأتمنى لك رمضان سعيد. شكرا جزيلا. مستمرين بتغطيتنا. يلا سيف خلينا ناخذ. شلونك أمك؟ أهلا. شلون صحتك؟ أهلا وعيانك. رمضان كريم. عليك وعلينا وعلى الله يخليك. أجواء رمضان حلوة هنا بالمنصور؟ إي والله حلوة، كلش حلوة. إن شاء الله يدعي عليكم بالأمن والأمان والسلام إن شاء الله يا رب لكل العراقيين. شنو أمنياتك بهذا الشهر؟ احكي لي أمنية خاصة. أنا يا هو اللي أشوفه يقول لي أمن وأمان، احكي لي أمنية خاصة. خليك شوفها للعالم. ما أحسب الأمن والأمان. أهم شيء هاي، هسه زين الأمن والأمان. والله يعافيهم ويسر عليهم وعلى أمة محمد. شلون مر فطوركم بهذا الشهر؟ والله الحمد لله بخير ان شاء الله. ما متطلبين بالبيت؟ لا لا ان شاء الله خير كله خير. ها كهرباء شلون هيكم؟ هسه والله تحسنت. اي قامت تجينا كل ساعتين. اي هم يشوفون الموت حتى نضيع بالاسبوع. اي لا الحمد لله هسه الكهرباء شويه احسن من قبل. بس هسه ازمه المي. مي احنا من وحده لوحده. شلون يعني هسه ايش عندكم مشكله؟ من الكهرباء المي، من المي ينقطع بالليل ما ولا شويه. ايش قد ينقطع لكم المي؟ بس بالليل. ايش قد يعني كم ساعه؟ تقريبا 3 ساعات هيك ساعتين. هاي بيا منطقه يما؟ بالغزاليه. بالغزاليه مي ينقطع. يما شنو اليوم مناشداتكم للحكومه واحنا على اعتاب تشكيل حكومه جديده اليوم؟ والله احنا يجينا الواحد الزين يخلوه على راسنا العراقيين، ما يريدون غير الخير والامان ويحسنوا رواتب للمتقاعدين، رواتب لهم قليله. متقاعدين؟ يعني اي كل شهرين يعني 800 وين نوديها؟ صعب. هاي امنيتنا هذه. انا اشكرك. شكرا جزيلا. شرقيه يما. الله يخليك يما. بالسلامه. مستمرين بهذه التغطيه. والان يعني بدأت الحركة تزداد شيء فشيء في ساعات الفطور وأيضا الحركة المرورية الكثيفة هنا بمنطقة المنصور وحركة تجارية ومستمرة وكثيفة هنا بالشارع. خلينا ندخل لداخل شارع الرواد سيف. أستاذ يعرف شلونك حبيبي؟ رمضان كريم. حاج جميل إن شاء الله. الله يخليك. السلام عليكم. رمضان كريم. علينا وعليكم. رمضان كريم. علينا وعليكم. الله يخليك. شنو أمنياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ أمنيتنا يعني أمنية كل مواطن عراقي هو أن يحل الأمن والأمان، وإن شاء الله يا ربي أنه تشكل حكومة ترضي يعني المواطن
وترضى نفسها. امشي شكل الحكومة توفر مي وكهرباء. لا احنا كهرباء زينة عندنا والمي هو هم زين، بس هي ماكو شحة، هم ليش يأججون؟ هو المواطن يأجج يعني، هو كل شيء ماكو بس ليش يأجج؟ وين كهرباء بيا منطقة؟ حافية اعتقد خصخصة صح؟ اكيد. انتو زينة يمكن بس اكو مناطق مو زينة. اكو مناطق مو زينة بس اي بس ما يخالف، بس اكو شيء يعني اهو يعني من شيء يعني، هو احنا مو على ابسط الامور يعني نأجج يعني ونسوي فوضى ونسوي مشاكل يعني، وقال السياسي وحكى حكى الحكومة وقال يعني انتو صبر شوية خلينا نشوف. ايه انا اشكرك. شكرا جزيلا. عرفتني انا؟ اي عرفتك شارتي. ممنون شكرا جزيلا. ممنون. مستمرين بهذه التغطية الحية من منطقة المنصور، وهذه التغطية المستمرة من حركة المواطنين إلى التبضع، إلى راح ندخل إلى شارع الرواد ونلتقي بسبب هذا التغطية نلتقي بالناس أيضا. السلام عليكم. شلون صحتك؟ سلم عليك. شلونك؟ رمضان كريم عليك. الله يخليك. ممنون شكرا جزيلا. إذن هذه هي أجواء ما بعد الإفطار واللي تستمر حتى يعني بزوغ فجر، بزوغ فجر اليوم التالي من كل أيام شهر رمضان الكريم ووصولنا إلى هذه الآخر أيام. هنالك حركة كثيفة في الأسواق التجارية من قبل المواطنين، وأيضا حتى ساعات مثل ما قلت حتى ساعات الصباح الأولى الكثافة راح تزداد، وايضا خطه امنيه راح تفرضها. خلينا نسولف في الوالدين. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك وعلينا حبيبي. الله يخليك. شنو نياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ نياتنا تحقق الاعراض ان شاء الله بامان. الله يبعدنا عن هذول الحكومه هاي الفاسدين. متأذي شكلك من متأذي من الحكومه؟ اي والله متأذي. هسه احنا هنا مو هنا مو يقولون اطلعوا اشتغلوا ما نريد عاطني. هسه انا قاعد نفرق هسه جايني حرس منا طلعونا. والله العظيم يقولون ممنوع. بس انت ما متجاوز يعني هسه حتى انت ما عندك بسطيه. يحسبوننا يعني احنا من البياع المتسولين يقولون انتم متجولين جاي تبوقون. قلت له يعني انا داري ابوق اشتغل بالنفاخ. يعني انا لو اجي اشتغل بالنفاخ ما عدي. بعد ايش كذا عندك عائله برقبتك؟ احنا عدي ثلاث خوات. بيتنا مو هنا بالنجف. يعني انت تجي من النجف هنا؟ من النجف هنا انا اشتغل. تشتغل؟ اي ابات في العلاوه. والله العظيم. يعني ذاك اليوم طيروا عندنا هنا من فوقهم والله. توني اجيت طيروهم. ايش قد تطلع باليوم؟ طلع يعني 25 30 كان. شو نسوي؟ يكفي تكفيكم يعني؟ الحمد لله. عيشتك هنا وعيشه اهلك اكيد. الحمد لله وشكرا. ماشي يعني. ربع حلال احسن من مليون حرام. شنو تتأمل من الحكومة المقبلة؟ الحكومة شو يسوون الحكومة؟ شو مسوي؟ شو مقدمة؟ في شيء ما مقدمة. أنا أشكرك حبيبي. حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. حسن رفيق. شلونك؟ رمضان كريم عليك. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله. الله يخليك. أجواء رمضان جميلة هنا بالمنصور. والله جميلة. جبنا تصور والحمد لله والشكر يعم الأمن والسلام بالعراق العظيم. شنو أمنياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ شنو أمنياتكم بهذا الشهر؟ شلون قضيتوا ذيك الأيام؟ عوائل بيناتكم أكيد. بس اسمعني شوي. إي تفضل. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لك. ممنون. مستمرين بهاي التغطية. بعض المواطنين يتحرجون من يعني الحديث للكاميرا. السلام عليكم. رمضان كريم عليك. تعال هنا خلي يطلع وراك الشارع. اي احنا بالجو. رمضان كريم عليك. احكي شو نياتكم بهذا الشهر؟ جميل ولا؟ انا زملك تفضل. اولا رمضان كريم علينا وعلى امة محمد وعلى كل العراقيين ان شاء الله من الشمال للجنوب. واشرف بكم هذا اللقاء. الله يخليك.
جيل اليوم احنا نعيش اجواء رمضان، نعيش اجواء يعني بعض الازمات اللي مرت، ازمه والله هاي ازمه المي ان شاء الله مثل ما يقول تنحل، ماكو شيء يبقى على حاله. زين لان العراقيين احنا تعودنا كل كم سنه زين تجينا مشكله ونتعداها. اولا الله سبحانه وتعالى موجود، ثاني شيء العراقيين عندهم صبر، ثلاثه اكو مثل ما يقول موارد بشريه تقدر مثل ما يقول تسوي البديل. انا اشكرك. العفو. شكرا جزيلا. الله يخليك. شباب شلونكم؟ شلون صحتك؟ تعالوا شباب اصدقاء، انتم رمضان كريم. وعليكم ان شاء الله. الله يخليك. شنو نياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ والله الصحة والسلامة جميع العراقيين إن شاء الله، الله يشفيهم كل شر وشر كل عين إن شاء الله، ما يسببهم أي مكروه إن شاء الله. افتريتوا على محلات الملابس بعد؟ الملابس بالمول، بالمولات. اشتريتوا ولا لا؟ والله كل شيء مسألة أسعار شوية غالية. أها صاعد شوية الأسعار؟ إي صاعد شوية بالعكس يعني برمضان يساعدون. إي ماكو أي تخفيض. بس إحنا آخر أيام يعني تقريبا الضلع الأخير بشهر رمضان المبارك، شنو أمنياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ شنو اللي يتزامنونه من الحكومة المقبلة؟ والله بس أريد يسوون لنا هاي سالفة المي إن شاء الله يحلوها. هاي الجفاف وكل شيء مريض بعد، هاي اهم شغله والكهرباء، هاي هاي العالم تريدها. متخوفين من هذا الموضوع؟ اي والله احنا متخوفين يعني كل صوره عامه يعني. هم تشوفون تتالمون من تشوفون دجله ناشفه؟ اي طبعا شيء طبيعي هذا. شلون الكهرباء؟ والله تعبانه بصوره عامه. كل شيء تعبان. كل شيء تعبان بهالبلد، الله ان شاء الله يصلحها ان شاء الله. ان شاء الله. انا اشكرك حبيبي. الله يخليك رمضان كريم عليك. نستمر في هذه التغطيه. السلام عليكم. السلام. استجي شلونك؟ شلون صار؟ السلام عليكم. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك. خليك لا تروح بعيد، خليك كمان. شنو امنياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ والله امنياتنا هواية. الامان. اهم شيء الامان. اي اهم شيء الامان. شو رايكم بالماي بالكهرباء هاي الازمة الاخيرة؟ والله كنا متخوفين صح؟ اي والله. ماكو ماء ولا ماكو كهرباء، ماكو ماي، كل شيء ماكو. من اي منطقة حضرتك؟ من الديالة. من الديالة، شلون هالكهرباء بديالة؟ والله قليل. مو زينة؟ اي والله مو زينة. تملون من الحكومة الجديدة يعني احنا على اعتاب تشكيل حكومة جديدة، تقدم واقع افضل لاهل ديالة؟ اي والله بس ماكو. ماكو امل؟ ماكو. انا اشكرك. رمضان كريم عليك صديقي. السلام عليكم. الله يخليك. شلون هي اجواء رمضان هذا الموسم؟ والله اجواء حلوة طيبة. انت من ديالة؟ انا سابقا بغداد ديالة حاليا. وهسه حاليا؟ ديالة. سبي ديالة. احكي لي شو شلون الاوضاع هناك العامة بديالة؟ اجواء رمضان هناك شلون هي؟ والله اجواء حلوة الحمد لله، بس اوضاع التبريد امنية الحمد لله وشكر، لكن كهرباء والخدمات شوية تعبانة. شلون الكهرباء يا اخوي؟ والله تعبان كلش يعني، هم جدول من هاي الامور. قول لي تبضعتوا على الملابس مال العيد بعدكم؟ لا والله بعد لحد الان نتجول ان شاء الله. اتمنى لكم جوله سعيده صديقي العزيز. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا. استمر بتغطيتنا من داخل شارع الرواد هنا بمنطقه المنصور، وهذه الاجواء الجميله وايضا الاقبال الكبير من المواطنين على محال التجاريه طبعا على جانبي المنصور. المنصور تزخر بالمراكز التجاريه وايضا محال الملابس اللي يقصدها يعني يوميا الالاف من الناس من مختلف مناطق بغداد، حتى من خارج العاصمة بغداد يقصدون منطقة المنصور من أجل يعني التبضع وأيضا إحياء الليالي الرمضانية. راح نلتقي بعدد من المواطنين ونحاول نشوف أجواء رمضان. خلينا نلتقي بهذا الشاب اللي معنا. السلام عليكم. رمضان كريم عليك. شلون صحتك؟ حياك الله حبيبي. الله يخليك. اجواء جميله بشهر رمضان هذا الموسم. والله الحمد لله، نتمنى انه يعم الامن والامان على كل العراقيين ان شاء الله، نتمنى انه يحفظ هاي الشعب ويتوحد ان شاء الله القادم اجمل ان شاء الله. اهم شيء الامن والامان، الحمد لله احنا نقول الامن والامان نوعيا احسن من قبل بسنوات اللي مرت. طبعا اكيد يعني بعد تحرير العراق كل شيء اختلف، يعني
المواطن قام يطلع قام يثق بنفسه اكثر والحمد لله على كل حال. شلون ماشيين هوي الازمات الاخيره، ازمه الماي ازمه الكهرباء؟ والله ازمه الماي يا اخي ما اعرف يعني ايش احكي لك، ازمه جديده مثل ما يقول على العراقيين، ونتمنى انه تعدي ان شاء الله شغله بسيطه. هو احنا المي يعني هو صحيح مهم بس مو اهم من الامان. اكيد الامان اهم، المي يتعوض. كل تشتري كل يمشي بخط متوازي بالضبط، تقدر تشتري مي من الاسواق، تقدر تشتري من اي مكان، بس اذا توفر الامان يتوفر كل شيء وان شاء الله شغله. تعمل من الحكومه الجديده احنا على اعتاد تشكيل؟ والله الحكومه الجديده نتمنى نشوف وظائف لهاي الشباب الخريجه وتلمهم وتحتضنهم وان شاء الله القادم اجمل ان شاء الله. امل ان شاء الله سنوات قادمه ان شاء الله. انا اشكرك حبيبي حياك الله عمرك. مستمرين بتغطيتنا، سيصور داخل القيصريه وايضا حركه الناس وهذه الحركه الجميله والحيويه بهذا الشارع، شارع الرواد اللي يزخر بالمواطنين وايضا الشباب من مختلف المناطق في العاصمه بغداد. راح نلتقي بالشباب هنا. السلام عليكم. شلونك صديقي؟ رمضان كريم علينا وعليكم. الله يخليك. رمضان كريم حبيبي. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. الله يخليك. شنو امنياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ والله امنيتي يتحقق كل امنية شاب عراقي وشابة عراقية، وتحقق الامان والخدمات، وشعب يعني يعيش، شعب يعني طموحاته تتحقق، شعب يتفتح يعني. الأمانة شوية نوعية نوعا ما شوية أحسن من قبل، صح؟ مدن المسار الشيء. نعم وياك، بس أتفق معك بالمسألة، بس مو كل المحافظات، فقط أعتقد في بغداد. ليش تبيع محافظة؟ إحنا من الموصل. من الموصل. تشيلي أهلكم من الموصل؟ أي نعم. شنو اللي تفتقدونه الآن بالموصل؟ حتى الجهات المعنية تسمعكم، أنتم كشباب تمثلون واجهة الموصل، شنو اللي تأملونه من الجهات الأمنية، الحكومية، الخدمية، المحافظة المحلية اللي تقدمها كخدمات لكم لأهل الموصل؟ نعم. والله نتمنى إنه يكون خدمات يعني وتعيينات وظائف للطلبة الخريجين، يعني آلاف آلاف الطلبة الخريجين، وبنى التحتية تتحسن، الشوارع، الأنصفة، يعني أبسط المستلزمات يعني. تبي يا منطقة بالموصل؟ من الجانب الأيمن. اللي هو نسبة الدمار الأكبر. أي نعم. مؤلم ما احنا نشوف المناظر، مؤلمة المناظر، المدينة القديمة، بعض المناطق الحيوية بالجانب الأيمن مهدمة. اكو تحرك حكومي، تحرك أممي لإعادة اعمار هذه المناطق، تلمسون هذا الشيء؟ الحقيقة نعم موجود بس بشكل نسبي يعني بطيء، قليل جدا. ايه اكو حركة لكن قليلة يعني، احنا نريد اسرع يعني، نريد الحكومة تهتم يعني بالمحافظة يعني بكل محافظات العراق، يعني تهتم بالبنى التحتية، يعني شعب وجعان ترى، تعبان، شعب تعبان، وهلك خاصة الموصل بحرب داعش والدمار اللي صار، يعني اعتقد شفتوا التصوير. ان شاء الله يسمعون صوتك. الله يسلمك. الله يخليك. شلونك صديقي؟ حبيبي. رمضان كريم عليك. علينا وعليك. شنو امنياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ والله امنياتنا طبعا الامن والامان واستقرار العراق، يعني شيء امنيتي الشخصية يعني قصدك. شيل امنيتك الشخصية، خلي يسمعوك، شنو امنيتك الشخصية؟ والله رجع زوجتي. اها. يلا احنا نحاول نرضيكم، اذا تسمعك هي شنو اللي توجه لي اياه؟ والله اوجه انه اهلها يرضون يرجعوا لي، وما اري شيء ثاني بعد. مفترقين صاركم هواي؟ والله سنة ونص تقريبا. اها. ان شاء الله يعني تسمعك هي. ام من هي؟ يعني ما اها. نوجه لها رسالة انه ترجع لك يا احمد والخاطر الشرقيه، احنا نوجه لك واحنا نعتذر منه نيابه عن مجد. الله يخليك. من الموصل انت صح؟ اي نعم. من يا منطقه بالموصل؟ هم من الايمن. من الايمن؟ نعم. تحديدا يا منطقه 17 تموز. شلون الوضعيه هناك؟ وضعيه الخدمات، وضعيه البنى التحتيه؟ والله خدمات يعني اقدر اقول لك 2%، قليله الخدمات، حيل قليله، ونسبه الدمار ازيد من 100% يعني، ما تنعاش بعد يعني. احنا ليش جينا هنا لبغداد؟ ندور شغل، خدمات ماكو، شغل ماكو، مار ماكو. فترة الانتخابات صار حركة عمل شوية، دعاية انتخابية، خلصت انتخابات كلها، لمت غراضها ومشت، تركوا اذا شارع تركوا على النص، واذا بناية عافوها، يعني الى متى يعني؟ انا اشكركم شباب حبيبي. شكرا. ما سالفت لي، شلونك؟ تعال.
رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. الله يخليك. ما راح اسالك على الموسم. اجواء رمضان حلوه هنا بالموسم. حلوه. شلون يشوفون بغداد؟ شوي اسالك عن الموسم، شنو اجواء رمضان؟ ما نحكي بزمن داعش، بقبل داعش، هل بيها اختلاف عن هنا بغداد؟ اكيد كل واحد ما بيها ما بيها اختلاف، بس كلش طيبه الموسم. اهلها طيبين. ايه اهلها طيبين حيل يعني والله. اشكرك على شكرا الله. جزيلا. استمرون ياكم بهذه التغطية. تريد سوالف؟ السلام عليكم. سلام. رمضان كريم عليك حبيبي. وعلى المكرم. الله يخليك. شنو امنياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ احكي. والله الحمد لله جنين على هذا الشهر رمضان المبارك. يعني اجواء ان شاء الله حلوة وكنا ان شاء الله. من يا منطقة؟ من الرمادي. من الرمادي. شلون الوضع هناك؟ والله الحمد لله مو مثل قبل، كان داعش أو داعش يعني أوضاع تحت. أنت تروح وتجي للرمادي، تروح تجي للرمادي وتجي بتاع بغداد؟ أي نعم. شغلك هنا؟ أي نعم. لو مستقر هنا؟ نعم يعني شغل مستقر هنا وضاع الحمد لله. أروح وأجي لهنا وأنظر. شو لي أجواء رمضان شلونها بالرمادي؟ والله أجواء رمضان الحمد لله مو مثل قبل، كانت داعش ومن ما نقدر نطلع ناشين، هسه الحمد لله نزموها الاخوان الجيش والشرطة والتلازين. الحمد لله، انا اشكرك حبيبي. حبيبي قلبي. شكرا جزيلا رمضان كريم عليكم. مستمرين بتغطيتنا وداخل شارع الرواد وايضا لقاءاتنا مع المواطنين مستمرة. السلام عليكم. سلام عليكم، شكرا جزيلا. يلا سي السلام عليكم. سلام. رمضان كريم. علينا وعليكم. تعال طلع لحتى يطلع الشارع، كل البنوتات مصورين. لا فيديو حبيبتي. رمضان كريم علينا وعليكم. الله يخليك. اجواء رمضان جميله هنا بالمنطقه. اي كلش حلوه. شنو امنياتكم بهذا الشهر الفضيل؟ ان شاء الله يأمن الخير على العراق والامان يا رب، اهم شيء الامان. انتم منا من المنصور؟ احنا لا، جايين خطار. اها خطار، من اي منطقه؟ احنا من محافظه كركوك. اها من كركوك، شلون الكهرباء بكركوك؟ قبل كل شيء. لا مو زينه. مو زينه. لا لا مو زينه. ابد. شنو السبب يعني؟ هم بلشوا وياكم بنظام الخصخصه ولا ولا شيء؟ لا لا بعد، نص ونص يعني مناطق من مناطق. اها مثل بغداد يعني. اي نعم. الامان شلون يمكن من كركوك؟ الامان يعني الحمد لله. بس بغداد احسن. بغداد احسن. اي. اليوم احنا دم نعيش باجواء تشكيل حكومه، شنو امنياتكم من الحكومه الجديده؟ ان شاء الله يا ربي حكومه زينه. اي. واهم شيء الامان للعراق والتعيينات اهم شيء للن. خريجين تعينه لو لا؟ لا لا ما ما لا لا ما نمتعينه مو يعني موافقه. انا اشكرك. الله يسلمك. شكرا لكم. رمضان سعيد. عنين عليكم يا رب. شكرا جزيلا. مستمرين ياكم بهذه التغطيه الحيه والاجواء جميله من داخل منطقه المنصور، وهذه الحركه الكثيفه للمواطنين والاقبال الكثيف للناس الوافدين الى منطقه المنصور من اجل التبضع. وطبعا مع مرور الايام راح تزيد كثافه الحركه وتزيد كثافه المواطنين ومرورهم الى داخل منطقة المنصور. ها حبيبي باكر العشر السلام عليكم. ما سالف وياك. السلام عليكم. رمضان كريم عليك. شكرا جزيلا. ما سالف يا شباب. لا لا ويساعدك بدون ما اصور. شلونك؟ سولف لي مو احنا طالع بالتسجيل، خلص سولف لي للكاميرا، شلونك؟ اطلع بالكاميرا. رمضان كريم. علينا وعليك. الله يخليك. شنو المشكلة؟ يابا احذية حاطن فوق السيارة، اجوا اهل البلدية تعال كلهم شالوهن واخذوهن. الاحذية يعني شنو على باب الله هو كل ما بيها ربح 5000 دينار، اخذوا الاحذية هسه بال 200 دينار، ادور عليهم ماكو.
زين. طيب يعني انتم دائما اكو محاربه لي اي انا هسه التقيت بعدد من الشباب قالوا لي نفس المشكله. اي والله هسه اخذوها شنو زين شنو هاللي اخذوها هسه تقريبا بالمئة من 50,000 دينار اهليه واحنا ب 5,000 دينار ما رايحين ذول البسطيات يعني اخذوهم وهاي هسه ادور عليهم ماكو زين شلون هيك يعني محاربه العالم محاربه الشباب بدها تشتغل محاربه العالم على الطالب الطالب لا شغل هسه شوفوا يعني ذول الشباب قاعده شوفوا لهم غير شغله بعد ما يفتحون لا بسطيات ولا كذا ولا شيء. يعني اكرر للمناشده لامانه بغداد وللجهات المعنيه ب يعني النظر بعين الرأفه يعني صح احنا ضد التجاوز صح لي احنا نطمح لازاله التجاوز لكن في نفس الوقت نحتاج لجهود لتوفير البدائل اللي اي والله شغل بديل غير هذا الشغل احسن ما حد يفتح بسطيه ما حد يشتغل ما لازم يروح الا عنده واحد عنده راتب ما لازم ما يفتح بسطيه واحد عنده مصدر يجي مصدر رزق يجي ما لازم بس يحاربون البطالة يعني اللي يشتغل على باب الله على مود 1000 دينار 2000 دينار 5000 دينار يجون النوب اللي يدبر له فلوس فد 100 200 الف دينار يشتغل بهن يجون ياخذون من عنده ويروح زين الواحد وين يروح يروح يبوق يروح من يجيب من يوكل جهاله هالعالم يعني هالعالم كله يجون على الفقير ليش ما يجون اكو عالم متجاوز ليش ما يجون عليهم ذول لانه عندهم واسطات وعندهم ظهر ما يجون عليهم يجون على الناس الفقراء وصلت الرساله زين انا اشكرك رحمه الله يوصل صوتك ان شاء الله رحمه الله شكرا جزيلا لك شكرا